بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وأهلا في هذه الحلقات الرمضانية لنتحدث عن وظائف هذا الشهر الكريم، ولنتحدث هذه الليلة عن سنن الصوم، وذلك لأنه لما كان الصوم أحب العبادات إلى الله تعالى فإن على العبد أن يأتي به كاملا يزيده حبا ومنزلة عند ربه سبحانه وتعالى، وذلك بالحرص على سننه وآدابه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن ذلك تهيئة النفس لاستقباله بمحبة ورغبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على استقباله بنية صالحة ورغبة فائقة حتى يكتب لهم أجره قبل أن يدخل، فكان يقول: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاءه قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فغنم يغنمه المؤمن. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية: أتاكم شهر رمضان شهر بركة، فيه خير يغشاكم الله، فينزل الرحمة ويحط فيه الخطايا، ويستجيب فيه الدعوة، وينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي كل الشقي من حرم فيه رحمة الله. فكان على المسلم أنه إذا دخل هذا الشهر الكريم أن يعد نفسه ليكون مع الله تعالى صائما عن كل ما حرمه الله، مسارعا لكل ما يحبه الله، فإن الفريضة فيه كسبعين فريضة فيما سواه، والنافلة فيه كالفريضة في غيره، كما ورد في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. ثم يتسحر بما احتاجه من الطعام الطيب والشراب الطيب كل ليلة، كما ندب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: تسحروا فإن في السحور بركة. ويندب تأخيره حتى يقرب الفجر ما لم يحصل له شك من طلوع الفجر، كما ندب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بقوله: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ويندب للصائم كذلك أن يعجل الفطر، لكن عند تحقق الغروب، ما لم يقع في شك للحديث السابق ولما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبها الله: تعجيل الفطر وتأخير السحور وضرب اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وليكن الفطر على رطب أو تمر، فإن لم يجد الصائم ذلك فعلى ماء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. وكذلك يسن الدعاء عند الفطر بالمأثور، كما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا علي، إذا كنت صائما في شهر رمضان فقل بعد إفطارك: اللهم لك صمت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. وليصن الصائم سمعه وبصره ولسانه عن كل ما حرمه الله، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فليصن سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن المراد من الصوم أن يتزكى الصائم بالأخلاق الكريمة ويبتعد عن مساوئها، وعليه أن يشغل قلبه ولسانه وسائر جوارح بذكر الله تعالى وطاعته من قراءة القرآن وكثرة النوافل في نوافل العبادات من صلاة وصدقات وصلة الأرحام، ومن المعونة على البر والتقوى والدلالة على الخيرات، كما ندب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار،
ومن سننه أيضا أن التي يغفل عنها كثير من الناس كثرة الدعاء بمقاصد الدنيا والآخرة، فإن هذا الشهر هو شهر الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بصدق وخلوص نية، فإن الله تعالى جعل للدعاء في هذا الشهر مزية على غيره بأن ذكر في سياق حديثه عن الصيام وأحكامه إيذانه لعباده أنه يستجيب دعاءهم إذا دعوا، فقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فرتب على دعائهم أمرين، الأول استجابة الدعاء، الثاني ثبوت الرشاد للداعين، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وإمام عادل، ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماوات، فيقول رب سبحانه وتعالى وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل صيامنا مقبولا وأعمالنا مبرورة وأن يجعل صيامنا خالصا لوجه الكريم وأن يتقبله منا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.